انا فلاح مزارع باجي هنا بجوافه وبلح في كفر الشيخ، واحنا بنشكر السيد الرئيس على مشروع اكبر مشروع في الشرق الاوسط اللي هو الرمال السوداء. ده وفر كفايه له موفر فرص عمل للشباب في قريه الشبابيه 5000 فرصه عمل، واحنا مبسوطين وكان جو جميل بصراحه. وبنشكر السيد الرئيس على زيارته لنا، وده طبعا فخر لنا، وان شاء الله تكمل على خير. ومعاكم بنأيدك يا ريس، بنحبك يا ريس في اي وقت، ومعاكم في ظهرك وضد اي حاجه.